حياكم قناة هيزل، أتمنى إذا أعجبكم المقطع تدعمونا وتشتركون في القناة. حلقة اليوم عن الجمل وكيف يتمكن من العيش في الصحراء. في البداية، ما هي أنواع الجمال الموجودة؟ هناك الجمل الأمريكي، عاش قبل 15 مليون سنة في أمريكا الشمالية وانقرض. وهناك فصيلة اللامويات أو أشباه الجمال في أمريكا الجنوبية، والتي تشمل كل من اللاما، ويستخدم لحمل الأشياء، حيث يستطيع حمل ما يقارب 90 كيلوغرام، ويستطيع قطع مسافة 30 كيلومتر في اليوم الواحد. لكن عندما يتعب فإنه يستلقي على الأرض ويأبى الحراك، وإذا حاولت تحرك فسيغضب ويبصق في وجهك بمزيج من الطعام الغير مهضوم كريه الرائحة، وأحيانا يبصق على من هو أقل رتبة منه في القطيع. الألباكة، ويعيش في قطعان ويهاجم الحيوانات المفترسة بقدميه ويقوم بالبصق عليهم. وهناك الفكونة والغناق، ويعيشون في جبال الأنديس. الجمل ذو السنامين، يعيش في وسط آسيا مهاجرا بين مناطق مختلفة، حيث يعيش في مناطق تتراوح درجة حرارتها ما بين سالب 40 درجة في الشتاء إلى 40 درجة في الصيف. وأخيرا هناك الجمل العربي، الذي سيكون محور الحديث في هذه الحلقة، ويعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصحراء الكبرى واستراليا، ويعيش في المتوسط ما بين 30 و40 عاما، ويبلغ طول الجمل كامل النمو المترين و15 سنتيمترا إلى السنام. والسنام من الممكن أن يصل طوله إلى 76 سنتيمتر، ويزيد وزنه على نصف طن، ويستطيع إمضاء 6 أشهر من دون الماء. قدرة الجمل على التحمل لا مثيل لها، حيث يعيش في أقصى الأوضاع المناخية ويزدهر ويتكاثر، في حين أن الحيوانات الأخرى تعاني وتتقلص أعدادها. خذ على سبيل المثال أستراليا، حيث أن الجمل ليس من حيواناتها الأصلية، وإنما تم استيراده بالآلاف في القرن التاسع عشر الميلادي، يساعد في حمل المعدات الثقيلة لبناء مسارات القطار، وعندما تم الانتهاء منهم أطلقوا إلى البرية. لكن أعدادهم كثرت وأصبحوا يهددون الحيوانات المحلية، فأمرت الحكومة بقتلهم. وحدث الأمر مسبقا مع الأرانب، حيث تم إحضارها ولم يستطيعوا التحكم في أعدادها. من بين الأشياء التي تساعد الجمل على التحمل هو سنامه المعروف، الذي يخزن فيه الدهون ويستخدمها عند الشح الغذاء، وقد يتمدد إلى 10 أضعاف حجمه الطبيعي. والاعتقاد الشائع بأنه يخزن الماء في سنامه، وهي خرافة لا أساس لها من الصحة. ومن فوائد تخزين الدهون في السنام أنه يقوم بامتصاص حرارة الشمس، كما يتضح في هذه الصورة الملتقطة بواسطة الكاميرا الحرارية، حيث أن الأجزاء البيضاء هي الأعلى حرارة ممتصة حرارة الشمس. ولو كانت الدهون موزعة حول جسمي بدلا من أن تكون متمركزة في السنام لعملت عمل اللحاف، ولما استطاع العيش في الحرارة. وعندما يريد ذكر الجمل التباهي أمام الأنثى، يقوم بنفخ الكيس الموجود في عنقه، ويتدلى من الجزء الأيسر من فمه، ويكون مغطى بلعاب كريه الرائحة، وأيضا يقوم برش بوله يمنة ويسر، وتنتهي هذه الطقوس عادة بالتزاوج. وهو من الحيوانات المشترة، حيث يتناول الطعام بسرعة، وكي لا يؤثر عليه الطعام الغير ممضوغ ينتج كميات كبيرة من اللعاب، ما يصل إلى 80 لتر يوميا، وأحيانا يقوم ببصق الطعام أثناء إعادة المضغ. كمية اللعاب الضخمة يتم إعادة امتصاصها لتعود إلى الدم مرة أخرى، حيث أن كريات الدم الخاصة بالجمل بيضاوية الشكل بدلا من الشكل الكروي للإنسان. هذا يسمح له بامتصاص كميات أكبر من الماء، والتمدد إلى 240% من حجمها الأساسي، مقارنة بخلايا دم الإنسان التي تتمدد إلى 150% من حجمها. هذا يمكنه من شرب أكثر من 100 لتر في جلسة واحدة عندما يكون عطشين. وأيضا الشكل البيضاوي يسهل المرور خلال الأوعية الدموية عندما تزيد كثافة الدم أثناء الجفاف. درجة حرارة جسم الجمل تتقلب بشكل طبيعي يوميا من 34 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية، مما يمنعه من التعرق، والشيء هذا سيكون قاتلا لو حدث للإنسان. لكن الدماغ في جميع الكائنات هو عضو حساس، لا يمكنه تحمل تغيرات الحرارة هذه. لكن لا تقلق، لديهم الحل، حيث أن عظام الأنف خاصته عملاقة ومحاطة بأنسجة رطبة تبرد الهواء الداخل، وبالتالي يبرد الهواء الدم الذي يمر في الأوعية الدقيقة التي تحيطه. هذا الدم المبرد، حيث يختلط مساره مع مسار الأوعية التي تحمل الدم إلى الأعلى، ويتم تبادل الحرارة، ويصل الدم المبرد هذا إلى المخ. وأيضا سيعيدون امتصاص معظم الماء من البول ليكون بولا شبه جاف على شكل كريستالات. وبخصوص شرب بول الإبل، فهل هو مفيد أم مضر؟ أصدرت منظمة الصحة العالمية خطابا ناهية عن شرب بول الإبل على إثر إصابة الكثير بميرس، وهو اختصار لفيروس كورونا الشرق الأوسط، وأنه يجب عليهم تحري النظافة العامة في الأطعمة. قوة الجمل وتحمله لا يستهان بها أيضا، وكم سمعنا من حوادث اصطدام سيارات بجمال راح ضحيتها الكثير، مثل هذه السيارة التي اصطدمت بالجمل في الهند. يقوم الجمل وكأن شيئا لم يحدث، وها هو يحمل سيارة على منحدر ولا يلقي للأمر بالا،
ويستطيع قطع 50 كيلومتر يوميا بكل أريحية، ويستطيع بلوغ سرعة 65 كيلومتر في الساعة. هناك قصة عن سباق أجري قبل بضعة سنوات بين حصان وجمل. الحصان فاز بذلك السباق، لكنه مات الليلة ذاتها من الإجهاد. أما الجمل فقد قطع تلك المسافة مرة أخرى اليوم التالي، وكأن شيئا لم يحدث، حتى طريقة مشي تجعله بإمكانه قطع مسافة أكبر بعدد خطوات أقل دون أن تصطدم أرجله ببعض. سر قدرته على قطع كل هذه المسافات على الرغم من وزنه تكمن في أمرين: قدمه لينة للغاية وعريضة بحيث تمتص الصدمة مع كل خطوة يخطوها، وتمنعه من الغوص في الرمال. وترى العرقوب الخاص بالجمل كبير للغاية مقارنة بالإنسان، بحيث أنه عندما يضغط عليها تعمل كالنابض وتقلل الطاقة اللازمة للحركة كلما يخطو خطوة. وأما بالنسبة لحماية نفسه من الرمال فلديه العديد من الوسائل. لديه ثلاث طبقات من جفون الأعين، اثنين من هذه الجفون تملك رموش طويلة، والطبقة الثالثة طبقة رقيقة تعمل كمنظف للأعين. أذنيه مليئة بالشعر بحيث لا تسمح للغبار بالدخول. فتحتي أنف قابلة للإغلاق بحيث يستطيع إغلاقها بعد كل نفس عندما تشتد العواصف. أتمنى عجبكم المقطع وادعمنا بالاشتراك بالقناة، وشارك المقطع مع أصدقائك، واكتب لي رأيك عن الحلقة تحت بالتعليقات.